صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسي وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن مع آلاء العملي وعلياء الطيطي يأتيكم الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 9 من الأحد حتى الخميس. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث صحة هيومانيتي إنسانية هاي ستاندرد أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، وبنك الاستثمار الفلسطيني تنمية وأمان، وشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة صحة مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. أسعد الله صباحكم مشاهدينا ومستمعينا في فلسطين، في كل فلسطين من بحرها إلى نهرها. هذا هو موعد برنامجكم الإخباري صباح الخير يا وطن برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي وبنك الاستثمار، بالإضافة إلى الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. معكم في الأعداد والتقديم آلاء العملة، وفي غرفة المتابعة والتنسيق الزميلة رشا حسونة، وفي الإخراج الإذاعي والتلفزيوني الزميل خالد نجاص. وننتقل معكم إلى العناوين. عائلة الشاب محمد نظمي تنفي رواية الاحتلال وتؤكد أن نجلها يخضع للعلاج. حماس تحذر الاحتلال من مغبة استمرار سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى وعلى رأسهم ناصر أبو حميد. ويوم الغضب في جامعة بيرزيت فعالية لن تتوقف إلا بتحقيق مطالب الكتل الطلابية. ومعنا أيضا في المنوع، الأطفال يدفعون الثمن باهظا، ظاهرة خطيرة صنعها الإنسان. ننتقل معكم إلى التفاصيل. أصيب 5 شبان برصاص الاحتلال المعدني، أو أحدهم أصيب في رأسه، بالإضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل البيرة، وذلك تزامنا مع يوم الغضب الذي أطلقه الطلاب في جامعة بيرزيت، ثم انتقل الموضوع إلى مواجهات على الحاجز. حول صورة الأحداث يوم الأمس وهذا اليوم، ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي أمين أبو وردة. صباح الخير. صباح الخير لكم، تحياتي. أهلا وسهلا بك، وماذا في جعبتك اليوم؟ حملة اعتقالات موزعة تقريبا على مستوى محافظات الوطن، الأعداد
تزيد حتى اللحظة عن 15 معتقلا. نبدأ من منطقة رام الله حيث جرى اقتحام بلدة بتونيا واعتقال الشبان الثلاثة بسام وسامر وسعد حداد بعد اقتحام منازلهم. أيضا جرى اقتحام بلدة عصير الشمالية شمال نابلس واعتقال محمد جمال شولي وعمار محمد شولي، إضافة إلى دهم منزل الأسير مناضل سعاد الذي اعتقل مؤخرا، وجرى عمليات العبث بالمحتويات. هناك معلومات أن الاحتلال أحضر معه في هذه المرة الأسير لحظة عمليات التشخيص داخل المنزل. أيضا اقتحامات كانت في بلدة أسير الحارثية قضاء جنين حيث جرى اعتقال محمد طاهر شلبي وعمر نور طحايني، وكان هناك مواجهات على مدخل دوار بلدة عرابة القضاء وإلقاء زجاجة حارقة بشكل مباشر على دورية للاحتلال. كان هناك أيضا اقتحام لقرية جلجلية قضاء رام الله واحتجاز المسن عمر عبد المجيد أسعد، وجرى التنكيل به أعلن عن استشهاده في ساعة مباشرة من هذا الصباح. في بير الباشا قضاء جنين جرت مواجهات وتم إصابة مواطن بالرصاص، جرت عمليات اقتحام في رام الله منطقة سطح مرحبة، أيضا اقتحام لبلدة تقوع في منطقة بيت لحم وتحطيم زجاج سيارة فلسطينية. إضافة لذلك كان هناك أيضا اقتحامات أخرى في مناطق طول كرم وجنين، لكن لم يبلغ عن اعتقالات في تلك المناطق. نعم، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي أبرز الأحداث التي نالت اهتمام النشطاء؟ باعتقادي أن أحداث النقب بالأمس تصدرت اهتمامات الشارع الفلسطيني، صور وفيديوهات تعبر عن انتفاضة جديدة في الداخل المحتل عام 48، إغلاقات للطرق، إشعال إطارات، مواجهات، تنكيل حتى بالتوكر الصحفية من صحفيين وصحفيات تعرضوا للاعتداء والضرب من قبل شرطة الاحتلال. يبدو أن النقب على وشك الانفجار، وهذا جرى طبعا سياسات احتلالية يتم رصدها مرارا على مدار سنوات طويلة لما يتعرض له النقب الفلسطيني من عمليات تهويد وعمليات تهجير خاصة للبلدات الفلسطينية وعدم الاعتراف في الكثير من القرى هناك بحجة أنها مناطق إما تدريبات عسكرية أو مناورات، ناهيك أيضا عن مضايقات في موضوع السكن والترخيصات للبناء. وبالتالي ما يجرى في النقب فورا الشعب الفلسطيني تلقاه بشكل كبير، وهناك متابعة حثيثة لما يجري. أيضا ما جرى بجامعة بير زيت أمس من وقفة جماعية لكل مكونات جامعة بير زيت لاحتجاج على اعتقالات الاحتلال صفوف الطلاب الجامعيين. وأيضا كان هناك أيضا نقاش للأزمة التي ما زالت في مكانها في جامعة والجهود المبذولة لتطويق هذه الأزمة. أيضا المريض من غزة الذي توفي بعد معاناة من مرض السرطان سليم عمر النواتي الذي طبعا عانى من مشكلة التحويل من مشافي غزة إلى مشافي الضفة بسبب مرض السرطان الذي توفي أمس، وحسب رواية الأهل أنه لم يتم استقباله في مشفى النجاح. طبعا هذا الاتهام أيضا قوبل برد فعل من جامعة النجاح، أو على الأقل بيان من الجامعة وضح أسباب عدم استيعاب المشفى الحالات المرضية المحول من غزة بسبب طبعا الأزمة المالية التي يعاني منها المشفى، وأيضا عدم تحويل الحكومة لمستحقاتها. هذا أيضا أخذ حيز في المتابعات. أيضا الأوضاع الاقتصادية وإجراءات وزارة المواصلات لتشغيل العدادات في المدن الفلسطينية أيضا أخذ جزء من النقاش، لأنه سينعكس كثيرا على الحالات الفلسطينية والأسر التي تستخدم التنقلات في حركتها اليومية. نعم، ربما موضوع ناصر أبو حميد بدأ برز قليلا. نعم. للأسف برز قليلا. نعم برز، ولكن تراجع قليلا باليومين الماضيين عما كان بالاسبوع الفائت. الاسبوع الفائت كل ايام الاسبوع كانت موضوع ناصر ابو حميد يحتل صداره كبيره، ولكن احيانا بعض الاحداث تجعل المواضيع الساخنه تتصدر رويدا ويتراجع الموضوع الاسرى. للاسف احيانا في السوشيال ميديا فلسطينيا مواضيع الاسرى تصبح موسميه، واحيانا يتراجع الاهتمام بها لاسباب قد تكون شخصيه او اهتمامات في قضايا لها علاقه بلقمه العيش او قضايا سياسيه ساخنه تسرق نوعا ما ولايام عديدة الاهتمام بها على حساب القضايا الوطنية الجادة والساخنة، ومن ضمنها طبعا قضية الأسرى الفلسطينيين ومنهم الأسرى المرضى وعلى رأسهم طبعا الأسير ناصر أبو حميد الذي طبعا صرخات والدته ما تزال تجد صدى لها في المجتمع الافتراضي الفلسطيني. نعم، وهي الآن تعاني من وعكة صحية للأسف. بالفعل. ونتمنى لها السلامة، ونتمنى أيضا كذلك لناصر السلامة. شكرا لزميل الصحفي أمين أبو وردة حدثنا عبر الهاتف. الحديث الآن عن حادث سير بين عدة سيارات على طريق حزمة باتجاه القدس. هناك أكثر من حوالي 10 سيارات تعرضت لحادث سير واصطدامات، وبحسب الفيديو هناك الكثير من الإصابات.
أكدت مصادر محلية استشهاد عمر عبد المجيد أسعد البالغ من عمر 80 عاما من قرية جلجيليا شمال رام الله فجر هذا اليوم. وقال رئيس مجلس قروي جلجيليا فؤاد مطيع لوطن أن المواطن استشهد إثر احتجازه من قبل قوات الاحتلال والاعتداء عليه والتنكيل به. وفي التفاصيل لفت أيضا أنه في حدود الساعة الواحدة فجرا اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأقام الجنود كمينا وسط البلد. ولفت أن الجنود كانوا يقومون بتوقيف أي مواطن وتقييده وتعصيب عينيه حيث انسحب الجنود في الساعة الرابعة فجرا. ولفت أيضا أن شبا الذين كانوا محتجزين مع الشهيد المسن لاحظوا أنه نائم وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين وقد بدت عليه أثار التعذيب والضرب حيث تبين استشهاده في وقت لاحق. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6 وفيات بالإضافة ل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص أجري على 5910 عينات خلال 24 ساعة مضت، بالإضافة إلى تعافي ما يقرب من 198 حالة جديدة. وأكدت الصحة أن حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: في قطاع غزة كان هناك حالة واحدة، وكذلك في أريحة والأغوار، وفي رام الله والبيرة أيضا إصابة، وكذلك في طوباس. أما في طول كرم فتم تسجيل حالتين وفاة. أعلن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أنه سيتم هذا اليوم الإعلان عن 1000 اسم جديد للحاصلين على الهوية الفلسطينية في الضفة ولم الشمل، وكذلك سيتم الإعلان عن الأسماء في وقت لاحق. نفى رئيس وزراء حكومة الاحتلال نباتلي بنت يوم أمس الحاجة إلى فرض إغلاق عام جديد، وذلك رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واعتبر أن عمليات الإغلاق لا تجدي نفعا. وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد قلصت عدد أيام الحجر الصحي المفروض على المصابين بفيروس كورونا إلى 7 بدلا من 10، وذلك شرط ألا تظهر عليهم أعراض المرض على المحجور خلال الأيام الثلاثة الأخيرة للحجر. وقرر أيضا جيش الاحتلال في وقت سابق وقف التدريبات الاحتياطية بسبب انتشار فيروس كورونا. زعمت مصادر عبرية مساء أمس إصابة جندي بجروح بين متوسطة وطفيفة في عملية قالت بأنها دهس ومتعمدة وقعت عند مدخل مستوطنة حلميش المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب رام الله. وأفادت عائلة الشاب محمد نظمي من بلعين والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ العملية بأن نجلها يخضع للعلاج، ولا صحة للأنباء الواردة بأنه بالفعل كان يتحضر ويتعمد لتنفيذ هذه العملية. معنا عبر الخط الهاتفي والد الشاب محمد ياسين. صباح الخير. صباح النور. هلا، أهلا بك معنا. بداية، ما الذي حدث؟ اللي حدث انه ابن محمد من 19-12 كان يعاني من أزمة نفسية. توجهنا فيه للدكتور عبد الفتاح حسن علوي، طبيب أخصائي نفسي، وقال انه عنده اضطرابات نفسية، واعطانا علاج إلى لمدة اسبوعين وحسن شوي وخفف له الدواء ورد انتكاس. أخذناه آخر مرة يوم السبت هذا اللي فات. يعني من حوالي 4 أيام.
من 4 أيام ليلة الأحد يعني صار بده يطلع يمشي لحاله. طلع كنا قاعدين عنده احنا متابعين حالته ونظل سهرانين عليه 24 ساعة يعني ليل مع نهار، خوف انه يعني يطلع او يأذي حاله او يأذي اي حدا. فبالليل على الساعة 12 ونص بالليل قال بدي اطلع امشي. نعم. طلع امشي باتجاه كفر نعمة، لحقنا انا وجوز بنتي وولادة اخوتي ومشى لعند كفر نعمة، ركبنا بس ركب بالسيارة ووصل لعند عين دير بزيع عند مخبز البرفيلي، اشترى اكل يعني ونزل قال بده تاخذوني على رام الله. كنا قالوا للشباب بدناش ناخذك على رام الله، بدنا نرجع على البيت. لما نزلوا وصلوا اول قبل كفر نعمه يعني اول دخله لكفر نعمه، نط من السياره قال لهم اذا بدكوش تنزلوني بدنا نط من السياره، وراح باتجاه دير بزيع. طلع باتجاه دير بزيع وفكزوا الاتصال فيه، رنوا انا بكيت طالع بالسياره وراه، قعدنا ندور عليه، بلغنا الارتباط العسكري وبلغنا الوقائي والوقائي والشرطه الاسرائيليه. الشرطه كنا يعني بلاش ينزل جهه الشوارع او حدا مشان يعرفوا انه هذا يعني بعاني من اضطرابات نفسيه. حتى الشرطه الاسرائيليه قالوا لنا استنوه تحت عند المفرق، استنينا عندهم وعند نقطه الجيش بيجي اكثر من ساعتين وما اجوا علينا. فرجعنا لاتجاه دير بزيع، قعدنا ندور عليه، ظلينا ندور عليه، كاين قاعد في بيت مبنى جديد وتوجه لعين عريك. انا طلعت بسيارتي واحنا نلف، كنت بدي ارد اتوجه لعين عريك، لقيته عند عين عريك، روحته لعند البيت وظلينا ظلينا متابعينه وقعدناه واعطيناه الدواء لغاية امبارح العصر يعني قبل الساعة 5. مرته كنا بعتينها عند أهلها ليوم أو يومين في زيارة إنه تريح، بدناش أولادها يشوفوه في حالة وضع صعب. تمام، بمعنى يعني لم تكن هناك مشاكل، زيارة عادية. زيارة عادية يعني يومين ثلاث عبين كان الدكتور يعني خليه ما يكونش عنده ناس كثير خوف يتوتر والأولاد وال هلا اولاد كان مفروض اليوم عندهم مدارس، اولاد عنده هو 3 أولاد ومرته حامل في بنت كمان يعني، فكان مفروض يجوا على المدرسه. هو عشان في وضع مش طبيعي، ابوها للبنت حكى مع نسيبي قال بدهم يجوا الاولاد، قلنا لهم طيب ماشي يخليهم يجوا مشان المدارس. حكينا معه مشان نهديه، قال طيب خليهم يجوا هسه، كانت الساعه 5. قال هلا ابوها كاين في الشغل، حكى لنا يعني على 6:30 انا بجيبها. هو فكر ان ابوها ما بدش يخليها تروح ويشوف شو اولادها، قال هلا بدي اروح اجيب اولادتي، استنى شوي. راح جراي على كسر يعني تقولي اسكملات، كسر ارجيله، كسر شغلات، حاولنا نمسكها بسرعه. طلع اخذ مفتاح السياره ركب فيها، انا هجمت على السياره حاول يدهسني، سكرت البوابه، عندنا بوابه ضرب اول شيء بالحيط، رديت سكرتها كمان شوي، طير البوابه كان بده يطيرني بوجهها، طير البوابه وضل رايح باتجاه يعني مرته مشان تجيب اولادها. هلا عند الجامع عندنا يعني نزل تقريبا كيلومتر، في طريق بتروح جهه خربسه وطريق بتروح جهه بيت سيره، مرته من بيت سيره. نعم. ضرب سيارة على المفرق قبل ما يصل، سيارة لواحد شاب من عنا من بلعين اسمه عمر احمد عمر مصطفى. لما ضرب السيارة عمي ضوه، بدل ما يروح على الشمال راح على اليمين، لحقوا اللي ضربوا بالسيارة بده يشوف بفكره يعني انه حادث سير شرد، معاه السيارة قانونية ومأمنة شامل، لحقة فصار خايف من اللي وراه، شرد من الوراء، ظل يجري وهذاك الشاب يركض وراه لعند خربسة، وبعدين فقد الاتصال فيه وراح باتجاه بيتلو، من بيتلو يعني فيش 10 دقائق صار واصل حاجز حلميش، وقالوا انه ضارب في البلاستيك، حتى الجندي الاسرائيلي بيكون ضرب في البلاستيك وضارب في الرصيف تاع شو اسمه هذا المحكون، حاطينهم الحدايد على جنب الشارع.
يعني ليس بالحادث الأول، يعني هناك حادثين، نحن نتحدث عن حادث الأول كان مع مواطن فلسطيني. نعم، عندنا في البلد. نعم. مواطن عندنا في البلد ضربه وضل ضي لأنه كان مش بوعي بسرعة جنونية. وهو كان يعني بده يروح يجيب أولاده، حتى حكى مع أبو مرته وصار يسب عليه بفكر إنه بدش يعطيه أولاده. تمام. الآن هل حاولتم التواصل مع جهات ربما رسمية، جهات حقوقية لتوضيح هذه الصورة وكيف تم التعامل معها؟ حكينا مع بيت سالم، حكينا مع الصليب و... وهو حتى الضابط الإسرائيلي رن علي وحكى معي وسألني، وكان هو يوم إحنا يعني كنا مبلغين الشرطة الإسرائيلية، ثاني يوم الصبح من الصبح يوم الأحد رن عليه ضابط المخابرات، ضابط اسمه أوري أبو رامي، حكى معه أكثر من ساعة وحكى مع ابن أختي وقال طيب ديروا بالكم عليه، يعني بيعرفوا هم يعني إنه بيعاني من أزمة نفسية، وسأله وقال أنا ماليش أي مشكلة، ومعه تصريح وبيشتغل وتصريحه ماشي ومالش أي علاقة بأي أعمال باطئ، وعمره ما تكاثل مع حدا ولا يعني سلمي ومواطن يعني من أحسن الشباب. يعني نتمنى له السلامة إذا يعني كان قد تعرض لأي عنف خلال عملية الاعتقال، وأيضا نتمنى الإفراج عنه قريبا، وأن تكون هذه الصورة أيضا قد وصلت إلى جانب الاحتلالي. هو يعني مضروب بوجهه والدم وعينه و... يعني هذا ما نتوقع هنا، وبعرف ايش صار معاه، يعني احنا بدنا نطمئن عليه بالناشد وبالناشد كل ال فيش اي جهه رسميه لغايه هسه احكت معانا او تواصلت معانا او بلغونا باي شيء رسمي، رغم ان احنا بلغنا الارتباط العسكري وبلغنا الامن الوقائي، بلغنا البسالم، بلغنا الصليب وبلغنا الصحافه حتى الصحافه العبريه. ولكن لم يردوا لغايه اللحظه، نتمنى ان تكون هناك استجابه سريعه. ولا احد لغايه هلا ما حكوا معنا وتواصلوا معنا وطمنونا على وضعه، يعني احنا بحاجه انكم تمدوا يد العون لنا ونطمئن على ابننا، يعني ابننا يعني هو وحيد لاهله واخ لسبع بنات واحنا يعني عمره ما عمل اي مشكله وملفه الامن كويس وفيش عنده أي مشاكل حتى مع الناس. نعم، يعني نحاول قدر المستطاع أن نتواصل حتى في خصوص هذا الملف تحت الهواء لاحقا. نعم. مع يعني... بتسيلم أو نعم. مع الصليب أو مع أي جهة أو مع نعم. وفي حال ورود أي أخبار عن الشاب محمد ياسين سيتم إبلاغكم على الفور، وهذا ما نتمنى، نتمنى الإفراج عنه والسلامة له أيضا. شكرا جزيلا لك. إلى ذلك، شارك مئات المواطنين مساء أمس على دوار المنارة في مدينة رام الله في وقفة ومسيرة دعم وإسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعيش ظروفا صحية صعبة للغاية تهدد حياته، خاصة بعد أن دخل في غيبوبة منذ حوالي أسبوع. شقيق الأسير ناصر أبو حميد باسل أبو حميد حذر من خطورة الوضع الصحي لشقيقه الذي يقبع اليوم في مشفى برزلاي. الفترة اللي دخل فيها ناصر طبعا المستشفى وهو في غيبوبة كاملة، هو موجود في مستشفى برزيلاي الإسرائيلي، حتى تاريخ اليوم لا يوجد أي تطمينات على وضعه الصحي، ولا زالت الأخبار تتوارد أنه لا زال موصول على أجهزة التنفس الاصطناعي ولا يوجد أي مؤشر إيجابي في صحته للأسف. أنا أضم صوتي لصوت الإخوة الموجودين اليوم بالمسير وبالاعتصام بمناشدة كل أحرار العالم في كل مكان، وكل مسؤول في موقعه يستطيع أن يؤثر على دولة الكيان الصهيوني لإيجاد حلول لأسرانا في داخل السجون وتحديدا الأسرى المرضى حتى يتسنى لهم العلاج في مستشفياتنا الفلسطينية.
من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: يجب أن تكون هذه الوقفات أوسع وأكبر على جميع الأصعدة، موضحا أنها تعبر عن الشعب الفلسطيني لمساندة الأسير ناصر أبو حميد ومساندة جميع الأسرى داخل سجون الاحتلال. هذه الوقفات والتي يجب أن تكون أوسع وأكبر هي تعبير من الشعب الفلسطيني عن تضامنه ومساندته لنضال الحركة الأسيرة، مساندته للمستهدفون بصحتهم والمستهدفون من قبل سلطات الاحتلال بشكل دائم وممنهج، وهي أيضا يعني ربما وهذا الذي نتمناه ستقود إلى مشاركات أوسع وأوسع لننطلق يعني لنعيد الاعتبار إلى المسيرة والمظاهرة التي طالما شكلت أداة فعل وأداة نضال في مقاومة الاحتلال. الأب عبد الله يوليو الذي شارك أيضا في هذه المسيرة قال: نحن مع الأسير ناصر أبو حميد الذي عانى ولا يزال يعاني من نتيجة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، مضيفا أنه ينبغي أن يقف الجميع مع الأسرى ومساندتهم في الميدان من أجل نصرتهم. نحن مع أسيرنا الرمز ناصر أبو حميد الذي يعاني من المرض، هو ركاز الاعتقال، هو رمز جميع الأسرى الذين يعانون في المعتقل مرضى وغير مرضى، وهو إنسان ناضل في سبيل فلسطين، بالتالي ينبغي لنا أن نقف معه لأنه هو عنواننا جميعا. وإن شاء الله إذا بقينا موحدين في الميدان نستطيع أن نحقق ما نصب إليه. هو أيضا عنوان لنا لأنه هو في المعتقل لأنه ناضل في سبيل فلسطين. إلى ذلك حذرت حركة حماس يوم أمس، حذرت الاحتلال من مغبة الاستمرار في سياسة الإهمال الطبي الممنهجة ضد الأسير ناصر أبو حميد بالإضافة إلى جميع الأسرى داخل السجون. معنا حول هذا الملف المتحدث باسم الحركة حازم قاسم. صباح الخير سيد حازم. صباح الخير، هل تسمعني؟ صباح الخيرات. نعم، أهلا وسهلا بك. يعني بداية، ما الذي تنوي فعله الحركة ربما خلال الأيام القادمة إذا لم يتم الإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد والتعامل معه كما يجب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحديث لا يدور عن ما تنوي حركة حماس فقط فعله، هذه قضية وطنية بامتياز. صحيح أن الأسير ناصر أبو حميد هو من قيادات حركة الفتح، لكن قضيته هي قضية وطنية تمس كل أبناء شعبنا الفلسطيني، ومطلوب أن يتحرك الجميع في كل الاتجاهات جماهيريا وشعبيا وإعلاميا وقانونيا وحتى الدبلوماسية الرسمية للسلطة. يجب أن يكون لديها حراك أوسع وأكبر وأكثر قدرة على الضغط على صانع القرار لدى الكيان الصهيوني. حماس من جهتها نعم تتحرك في كل الاتجاهات، تتواصل مع أطراف مختلفة وسطات متعددة للتعامل مع مجمل ما يمر به الأسرى، كما فعلت مع الأسير هشام أبو هواش والآن مع الأسير ناصر أبو حميد. وحماس جاهزة لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة والمطلوبة منها من أجل تأمين الإفراج عنه وتلقي العلاج المناسب بعد أن تدهورت حالته الصحية. يجب دائما أن نتحدث عن استراتيجية متكاملة لا تقتصر لا على جهة محددة ولا على آلية أو طريقة معينة في التعامل مع قضية الأسرى. هذه القضية تحتاج إلى جهد متكامل ندمج فيه ما بين الفصائل والرسمي، ما بين الشعبي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي. أما حماس فهي تدعم كل حراك ممكن أن يضغط على صانع القرار الصهيوني من أجل أن يعني يتلقى ناصر أبو حميد العلاج المناسب واللازم له. نعم، يعني هل ممكن القول أن كافة أذرع المقاومة في غزة جاهزة اليوم للمواجهة مع الاحتلال ميدانيا؟ المقاومة هي دائما جاهزة للتعامل مع المتغيرات، للتعامل مع سلوك الاحتلال، للتعامل مع جرائم الاحتلال بالطريقة التي تقدرها وتخدم القضية التي يتم التعامل معها. شاهدنا حينما كان هناك عدوان على أهل الشيخ جراح وما حدث في المسجد الأقصى في أواخر شهر رمضان المبارك السابق،
رأينا كيف تحركت المقاومة بكل قدرتها وقوتها في معركة سيف القدس، تحركت بعد ذلك في عدة ملفات بوسائلها المختلفة، عبر الضغط على الوسطاء، عبر الضغط الميداني، عبر الضغط الدبلوماسي والإعلامي، وأنجزت عدد من القضايا، منها تراجع الاحتلال عن إجراءاته ضد الأسرى بعد عملية نفق جلبوع، أو بعد العدوان على الأسيرات، أو في قضية هشام أبو هواش. إذن المقاومة تنجز وتضغط وتتحرك، تؤثر في كل ما تستطيع، وهي متحفزة دائما للدفاع عن القضايا الوطنية، سواء ما يتعلق بالمقدسات أو ما يتعلق بالأسرى، وهي أيضا قضية مقدسة. نعم، ولكن يعني في قبل أيام، وعندما صعدتم لهجة التهديد فيما يخص قضية أبو هواش، أصبح الاحتلال أكثر تخوفا ربما بحسب حركة الجهاد الإسلامي، وأيضا تحركوا نحو الإفراج عنه. اليوم هل من الممكن أن تصعدوا بالفعل هذه اللهجة وتكونوا قاب قوسين أو أدنى من المواجهة العسكرية؟ احنا كمقاومة قلنا اننا هي متحفزين جاهزين للتعامل مع القضية في الوقت او التقدير المتوافق عليه، لكن انا تحدثت عن ضرورة ان يكون هناك استراتيجية متكاملة، وعدم يعني قصر الامر على التعامل العسكري، لعل التعامل العسكري والتصعيد الميداني يكون من اسهل الخيارات، لكن هل هي التي تكون في هذا الوقت تنجز المسألة، تخدم القضية؟ هذا أمر يحتاج إلى تقدير وإلى توافق. المقاومة هي أبعثت برسائلها إلى الوسطاء في كل القضايا، ووجهها قضية الأسير ناصر أبو حميد، وقالت أنه ما يحدث معه هو عملية إعدام مقصودة وعملية اغتيال، وبالتأكيد المقاومة نعم الاستجابة نعم الاستجابة لهذه الرسائل. المقاوم لا يجب على شكل محدد، يعني كان هناك عملية في رام الله بالأمس، نعم، وقبلها كانت عمليات، وبالفعل هناك تصاعد لقدرة الصيني على التعامل مع هذا السلوك الجرائم الصهيوني سواء في الأسرى أو فيما يتعلق بالقدس. نعم، فيما يخص الاستجابة للرسائل التي تقومون بإرسالها، لأي مدى هناك استجابة؟ وإذا لم يكن هناك استجابة مطلوبة من جانب الاحتلال، ما هو القادم؟ نعم، الوسطاء هو دائما يحاول أن يتحرك للحفاظ على الهدوء وعدم تدحرج الأمور كما حدث مع الأسير ناصر أبو هواش. هذه المرة أيضا تحتاج إلى مزيد من الضغط وحراك جماعي حقيقي. أعتقد أن هناك جانب مفقود في هذا الحراك، وهو حراك السلطة الفلسطينية، أن يكون حراكا جادا وقويا وفاعلا، بخصوص قضية ناصر أبو حميد. بالتأكيد الاحتلال دائما يتعامل بصلف وعنجهية في كل هذه الأمور، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الحراك ومزيد من الضغط ومزيد من الصبر من أجل أن ننجز. في محل أصر الاحتلال على هذا السلوك، بالتأكيد سيكون هناك خطوات قادمة تقررها الحالة والأوضاع الميدانية، لكن كما قلنا دائما أن الهدف الأساسي لحركة حماس هو ليس فقط تأمين الإفراج عن شخص مريض هنا أو قضية مضرب عن الطعام هناك، القضية أكبر من ذلك. تحدثت قيادة الحركة عبر إسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي أو عبر قيادة القسام في المناورة الأخيرة أن قضية الأسرى هي قضية مركزية، وأن حلها يكون بالعمل المتواصل الميداني والعملياتي والعسكري من أجل تأمين الإفراج الكامل عنهم، ليس فقط تحسين ظروفهم المعيشية أو الإفراج عن أسير هنا أو هناك. هذه قضية مقدسة يجب أن توضع على رأس الأولويات، وأن يتم العمل حقيقة على كسر القيد عن هؤلاء الأسرى الأبطال. نعم، هناك ما يقرب من 500 أسير مضربين من الأسرى الإداريون مضربون، أين وصل هذا الملف بالضبط، خاصة وأن ربما حركة حماس هي من أطلقت هذه الفعالية أو هذه الدعوة؟ نعم، الاعتقال الإداري كما يتابع الجميع هو واحد أشكال الخرق الفاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وكل القرارات، أن يتم الاعتقال لمدة أشهر قابلة للتجديد وتم تجديدها على أسير لم يثبت بحقه أي شيء، حتى لو ثبت طبعا هذا جدلا أنه يعني ما يقوم به شعبنا أو ما يقوم به مقاومنا هي عمل مشروع أصلا لا يجب أن نحاكمه، لكن الاعتقال الإداري هو إمعان في خرق وفضح القانون الدولي. الآن هناك حملة للتعامل مع هذا الملف وإنهائه، هذه الحملة يعني يمكن أن تكون
في بدايتها وهناك مزيد من الحراكات. حماس تتحرك تدعم هذا الجهد مع كل الفصائل الفلسطينية. يعني هناك سلسلة من الفعاليات ستكون قادمة تحتاج إلى كما قلنا إلى جهود أكثر وحراك جماهيري مستند أكبر مما هو موجود عليه الآن، تحتاج إلى جهد قانوني تتحرك فيه الجهات الرسمية. إحنا يعني يجب أن يكون صريح، الجهات الرسمية في السلطة لا تقوم بالجهد الكافي لأنها بالفعل لديها يعني حالة من التكلس في التعامل مع هذه القضايا، مع أن حضورها مهم وتستطيع أن تؤثر، وهي الجهة الرسمية التي تعترف بها الجهات الدولية والدول أو مؤسسات، وبالتالي هذا أمر مهم أن يكون في الاعتبار. على كل الأحوال هذا جزء من صراع كبير مفتوح مع الاحتلال الصهيوني، صراع مرة يكون بالطعام الأسر الإداريين ومقاطعة المحاكم، مرة يكون بالعمليات الفدائية كما حدث في رام الله بالأمس، مرة يكون بمعركة كبرى كمعركة سيف القدس، ومرة يكون معركة قانونية سياسية، وهناك معركة التمسك بالأرض والثبات عليها كما حدث الآن في النقب المحتل الذي يعني يتعرض لهجمة صهيونية كبيرة، أو معركة التمسك بحق العودة إلى الأرض الفلسطينية كما يحدث مع أهل نفشتات. هذه معركة كبيرة ومتواصلة، وهذه تفاصيل ضمن هذه المعركة. إذا الناطق باسم حركة حماس السيد حازم قاسم حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أصيب شاب في الضفة يوم أمس في العشرينيات من عمره بجروح وصفت بأنها حرجة خلال حادث عمل وقع ببلدة في أو بلدة المكر داخل أراضي عام 48. وأفيد أيضا أن الشاب وقع خلال العمل في ورشة بناء أصيب بجروح في رأسه وجرى نقله إلى المشفى من أجل تلقي العلاج. حول الجديد بخصوص استشهاد المواطن عمر عبد المجيد أسعد، قالت وزارة الصحة أن الشهيد البالغ من العمر 80 عاما حسب رواية الأهل فقد أوقفه جنود الاحتلال وقيدوا يديه واعتدوا عليه بالضرب ما أدى لإصابته بجلطة قلبية حادة، نقل إلى أحد المراكز الطبية القريبة هناك ثم إلى مجمع فلسطين الطبي ووصل هناك مستشهدا. حول صورة الأوضاع في قطاع غزة معنا الآن عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي عبد الله حمارني. صباح الخير. صباح الخير أستاذ آلاء، أهلا وسهلا بك معنا، وحبذا لو حدثتنا عن أبرز الأحداث التي تدور في قطاع غزة. نعم، نبدأ أستاذ آلاء من الوضع الصحي في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة بالأمس تسجيل حالة وفاة واحدة و95 إصابة جديدة بعد إجراء 1323 فحص. الوزارة أفادت في تقريرها اليومي أن هناك 90 حالة تعافي بين المصابين بالفيروس. نعم، نسبة التطعيم تعدت 550 ألف مواطن، هناك ما يزيد 40 حالة خطرة تحتاج إلى رعاية صحية. نعم، هل هناك أيضا ملفات أخرى تحدث في القطاع؟ نعم، بالأمس صرح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة دكتور غازي حمد في تصريحات إذاعية أن المنحة ستكون في قادم الأيام، لكنه قال أن المنحة انخفضت مستفيديها إلى 94 ألف أسرة بعد أن كانت 100 ألف نظرا لتحري المستفيدين وحذف بعض من يثبت أن له مصدر دخل آخر أو مستغني أو ليس له حاجة للمنحة يتم حجبه فورا. أيضا المصادر التعليمية في قطاع غزة اليوم أوصت أولياء الأمور بضرورة التزام أبنائهم بالإجراءات الوقائية وتجنب الأماكن المزدحمة ما أمكن، مع الحرص على عدم تلقي التطعيم للفئات المستهدفة وهي طلبة الصفوف ما بين 7 و12. الملف الأخير والأهم،
الأبرز في قطاع غزة هو أن الأونروا تلقت 60 مليون دولار لإعادة إعمار البيوت المهدمة والغير قابلة للسكن. أعلنت أيضا الأونروا أنها ستدفع 600 ل 1300 عائلة 2000 دولار قيمة أجار شهري بدل إلى حين إعادة تسكينهم وإعادة بناء ما تم هدمه في الحرب الأخيرة على قطاع غزة. إذن هذه هي أبرز الأحداث الحاصلة في القطاع. شكرا لزميلي الصحفي عبد الله حمد. الأجواء اليوم تبقى لطيفة إلى حد ما، يطرى ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليبقى الجو باردا نسبيا نهارا فوق المرتفعات الجبلية وأيضا لطيفا في بقية المناطق. أما في ساعات الليل فتنخفض درجات الحرارة، وغدا الخميس يطرى انخفاض على درجات الحرارة لتبقى الأجواء باردة نسبيا نهارا فوق المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وبارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل. هناك خلال ساعات المساء من الممكن سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية، تمتد تدريجيا خلال ساعات الليل لبقية المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. أخيرا إلى أسعار العملات. يصرف الشيكل أو الدولار مقابل الشيكل هذا اليوم ب3.12 شواكل مسجلا انخفاضا أيضا، والدينار الأردني ب4.40 شواكل. اليورو الأوروبي ب3.55 شواكل. الجنيه المصري ب20 شواكل. هذه الأسعار قابلة للصعود والهبوط في أي لحظة. بهذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية في برنامج صباح الخير يا وطن. كنت معكم في الإعداد والتقديم آلاء العملة، في غرفة المتابعة الزميلة رشا حسونة، وفي الإخراج الإذاعي عبد الله الخطيب، وفي الإنتاج التلفزيوني خالد نجاص. لكم من كل التحية، إلى اللقاء. صباح الخير يا وطن يسير بمجدي العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن مع آلاء العملي وعلياء الطيطي يأتيكم الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 من الأحد حتى الخميس. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث صحة هيومانيتي إنسانية هاي ستاندرد أوف كير معايير عالية للرعاية الطبية، وبنك الاستثمار الفلسطيني تنمية وأمان، وشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية جودة صحة مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا.